سمي حدا زعل من صدقك. استاذ ايمن زيدان. استاذ ايمن زيدان ليش؟ شو صار؟ لاني حكيت شيء انا ما بعرفه، فكرت حالي اني انا عم بحكي صح، بس طلعت انا عم بحكي غلط وعم بحكي شيء ما بعرفه. رأيي؟ قلت رأيي عنه يعني؟ لا، حكيت شيء يعني موضوع بخصه وأنا ما بعرفه، أنا سمعان وسمع وتعلمت شغلي إنه أنا ما أقول شيء ماني شايفه يعني دايما، وهذا الشيء يلي لازم كل العالم تعمله، إنه أنت لا تحكي شيء ما بتعرفه يعني. صح. لا تقول شيء واحد قال لك يا طب بلكي كذب، بلكي مو صح. وأنا برجع بوجه له اعتذار أستاذ أيمن، لأنه الحقيقة أنا ما بعرف، وانا مو بمكان اني انا احكي على استاذ كبير مثل الاستاذ ايمن زيدان. انا ما حكيت عليه، انا حكيت شغله سمعتها، نقلت عن حدا وقبل اعتذارك. طبعا تحيه كبيره للاستاذ ايمن زيدان.